السلام عليكم. احنا اتكلمنا قبل كده عن موضوع الاندور يونت بتاعت الفي ار اف سيستم. الكلام اللي هقوله النهارده يهم الاخوه بالذات اللي هم المبتدئين والناس بتوع السيلز. الاندور احنا اتكلمنا عن اللاين اب بتاعها وقلنا ان في فرايتي كبيره او تعدد كبير او تنوع في الاندور يونت بتاعت الفي ار اف سيستم. بتبدا من الوول تايب اللي هو الهاي وول، الاكسبوز تايب، والسيلينج اكسبوز او سيلينج سسبندد، وقلنا الدكتد يونت اللي هي الاكثر شيء مستخدم في معظم الابلكيشن، وقلنا الدكتد يونت بتتنوع ما بين لو ستاتيك وهاي ستاتيك وميديم ستاتيك، وليها رينج كبير بيبدا من نص طن تبريد تقريبا لغايه 10 طن. وبعد كده اتكلمنا عن برضو الفلور ستاندنج او الفلور يونت، واتكلمنا عن الكاسيت يونت. النهارده هركز بس الكام دقيقه دول على الكاسيت يونت لانه حقه مهضوم وفي ناس كتير ما بتقدرش تعمل له بروموشن او ماركتنج او بتوع السيلز يعني مش واخد حقه معاهم. فانا النهارده هوضح لكم بعض الحاجات المهمه جدا اللي لازم كل واحد يعرفها عن الكاسيت يونت الفي ار اف عموما. وكلام النهارده متركز على الكاسيت يونت الفور واي ديس تشارج اللي هو بيدي في اربع اتجاهات. زي ما انتم شايفين انا واقف في اوفيس بيلدينج، انا عندي ده اللي انا فيه ده اوفيس بيلدينج، احد المباني يعني المستخدمه كمكاتب. الكاسيت يونت الفور ديس تشارج ده شكله وهو راكب. طبعا الماركه اللي قدامنا ده هي ميتسوبيشي الكتريك. الكلام اللي انا هقوله تقريبا كلام عام على كل الفور واي ديس تشارج كاسيت يونت. في بعض الحاجات بتبقى خاصة جدا بمنتج معين، نقول مثلا البراند الفلاني في كذا مش موجودة في كذا، ده موضوع تاني، موضوع تجاري، بس انا هتكلم عن الميزات العامة. الكاسيت يونت في العموم بيحل لي مشاكل كتيرة. أول حاجة لما يكون عندي فاست بروجكت، الكاسيت يونت سريع جدا في عملية التركيب والتنفيذ، أسرع من الدكتد يونت ومن أي حاجة تانية. تاني حاجة الكاسيت يونت فيه زي ما قلنا رينج كبير بيغطي لي، لو أنا عندي المكاتب فيها زونز مقسمة زون كبيرة وزون صغيرة برضو بيغطي لي كل اللي أنا عايزه. بالإضافة إلى ذلك الكاسيت يونت معظمه السكنس بتاعه أو الدبث بتاعه قليل، يعني 25 سنتي، فبالتالي في الأسقف المستعارة في الفراغات ما عنديش دائما مشكلة. الميزة اللي بعد كده إنه الكاسيت يونت استخدامه بالطريقة دي بيوفر لي في استهلاك الكهرباء لنفس الكباستي. ليه بيوفر لي؟ لانه الريتيرن اير زي ما انتم عارفين بيطلع او بيرجع لي من السكشن جريل اللي هي قدامي دي اللي هي وراها الفلتر، فبالتالي ما بيطلعش في الفراغ اللي فوق السقف المستعار. فانا عندي الاتيك سبيس او السبيس اللي بين السقف المستعار والسقف الاساسي الحراره اللي فيها كلها ما بتنضفش عندي كهيت جين او كلود بيتحمل على الريتيرن اير. دي ميزه اضافيه كبيره مهما كان فراغ عندي بتاع السقف كبير او صغير بما فيه من محولات او اكسسوارز او اي حاجه بتاعت اضاءه بتطلع لي حراره ما بتاثرليش على اللود. بعد كده الميزه الثانيه ان انا عندي طبعا الفلاب او الريش المتحركه ديت بتتحرك طبعا زاويه كبيره جدا وايد انجل، بقدر اوجهها اثناء تشغيل الوحدات في الاتجاه اللي انا عايزه بدون اي مشكله، والاير ثرو بتاعه برضو متغير حسب الفلو او حسب سرعه المروحه. الميزه اللي بعد كده انه الوحدات الكاسيت ديت فيها فريش اير كونكشن، في احد الجهات بيكون في نوك اوت مدوره مستديره ممكن احط عليها رقبه، بيجي سبيشال كيت معاها لو انا عايز اخد من المورد او بعملها انا محليا وبعمل لها كونكشن، ممكن اخد احد الاجهزه زي ده يكون قريب من الجدار مثلا بالخارجي واوصلها بالفريش اير انتيك بيدخل لي 4% 5% وبتوصل ل 10 20% من السي اف ام بتاع الجهاز في بعض الموديلات، فبالتالي بيوفر لي ان انا اعمل فريش اير سيستم مستقل. دي بعض الميزات الاساسيه في معظم الكاسيت، بالاضافه الى انه في درين بامب موجوده، والدرين بامب زي ما احنا عارفين بتسهل لي حاجات كتيره قوي، يعني زي عمليه الميل بتاع السلو لو انا عندي مشكله او عندي عوائق في عندي عوائق فوق السقف المستعار، فبالتالي انا بيديني فرصه اني اخد الميل زي ما انا عايز. طبعا الهيد بتاع الدرين بامب بيختلف من جهاز لجهاز، في اجهزه بتديني 60 سنتي، في بتديني 70 او 80 وهكذا. وزي ما قلت مثلا ادي غرفه صغيره او زون صغيره، برضو من ضمن الميزات انه الوش او الديكوريشن بانل اللي احنا بنسميها بتيجي مقاس واحد،
سواء كانت 2 طن او 1.5 طن او اكتر او اقل. فبالتالي انا ما عنديش مشكله لو انا عندي مجموعه من الاجهزه في سبيس واحد او في زون واحده، ما بيبقاش عندي الشكل فيه مشكله، لانه الشكل متماثل سواء كان واحده بس او مجموعه في نفس الزون. بعد كده انه زي ما قلت لكم ان هو سريع جدا، بيجي منظره جميل سواء كان السقف المستعار بلاطات مربعه 60x60 او شرايح زي الحاله اللي قدامنا ديت. زي ما انتم شايفين شكله جاي متناسق جدا مع الشرايح، ما فيهوش اي مشكله، منظره جميل. غالبا بيجي لون ابيض، نقدر طبعا احيانا بيطلب تغيير لون الديكوريشن بانل اذا طلب من الناحيه المعماريه، ممكن تتغير لونها ما فيهاش مشكله، لكن في الغالب بتيجي لونها ابيض بتكون ماشيه او متمشيه مع الاسقف المستعاره بدون اي مشاكل. فده النهارده يعني سلطنا الضوء على الكاسيت يونت بالذات، وعرفنا ان هي بتحل لي مشاكل كتير. وفي ميزه ثانيه، عدم استخدام الدكت والجريلات بيوفر عندي كوست كتير، بيوفر عندي كوست كتير في المشروع ككل اذا نفذته بكاسيت سيستم، في ار اف كاسيت سيستم. الميزه كمان مرتبطه بموضوع الدكت والجريلات، لو انا عندي مبنى لاي سبب، المبنى اللي احنا واقفين فيه ده مثلا مبنى حديدي، ده كله ستيل ستراكشر، في كمر وفي بيمز كتير رايحه وجايه فوق السقف المستعار، فسواء كان المبنى خرساني او حديد او اي نوع وكان في كمر كتير متقاطع بيعمل لي مشكله في تمديدات الضغط والجريلات. فبالتالي ده باجي انا في اماكن متوسطه بين الضغط والجريلات واقدر احط الكاسيت يونت بدون اي مشكله. دي اختصار للميزات الأساسية أو الحاجات اللي يعني بتديني إمكانية أو مرونة إن أنا أستخدم الـ VRF كاسيت يونت في مشاريع كتير. لكن معظم السيلز بيبول أو السيلز إنجينير أو السيلز ريبريزنتيف ما بيركزوش عليها، ما بيقدرش يستخدم هذه الميزات. فدي نصيحة لهم إنه يدرس الميزات أو المواصفات دي بقوة، لان بتساعده احيانا انه يكسب مشروع من منافس ببساطه اذا قدر يلم بالميزات اللي انا قلتها ديت الاساسيه. وزي ما قلت في ميزات اخرى اللي هي بتتميز بيها شركه عن شركه، مش عايز ادخل فيها لان دي شرحها يطول. في طبعا حاجه اسمها الابلكيشن بتاع الهاي سيلينج، لو انا عندي السيلينج 4 متر او اكتر ليه سيتنج معين. في حاجه اسمها الاي سي اللي هو اوتوماتيكالي الهواء بيتوجه في اي زون فيها حركه او جهه الناس الموجوده او جهه الجدار اللي هو اكسبوزد لبره زي الازاز اللي هناك ده، لو هو جايب لي لود اكتر من غيره. دي امور زي ما قلت بتتميز بيها شركه عن شركه او براند عن براند، ودي ممكن نخصص لها كلام تاني. لكن انا بتكلمت ان جنرال الكاسيت يونت وحدات جميله بتحل لي مشاكل كثيره، ممكن تساعدني من الناحيه الماليه ان انا اكسب المشروع اذا كان في منافسه مع دكتد يونت ومع في جريلات ودكتات واكسسوارز وشغل كتير، زائد زي ما قلت ان هي فيري سيمبل وما بتتعرضش مع اي حاجه في المبنى. فدي معلش يعني حبيت اشرحها للاخوه بالذات اللي هم دايما بيسالوا على الفي ار اف اندور يونت. فركزت النهارده على الكاسيت، وان شاء الله بقيت لو حد عنده استفسار يقدر يسال واحنا نجاوب عليه في التعليقات. وبقيه اليونت برضو سواء كانت الدكتد يونت او الوول تايب او غيرها، كل واحده لها فيتشرز معينه وميزات معينه تشجعني ان انا استخدمها في اماكن معينه عند الضروره، بحيث ان انا اقدر احل بيها مشكله فنيه معماريا او اكسب بيها المشروع ماليا. شكرا والى اللقاء.